أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية. مرحباً. أفاد تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن واحداً من بين كل 5 أشخاص في إفريقيا عانى الجوع خلال العام الماضي. وأضاف التقرير أن نسبة السكان الذين يعانون الجوع في إفريقيا واصلت ارتفاعها بمعدل 20.4%، وحسب المنظمة يظل هذا تحدياً كبيراً، إذ تضم المنطقة أكثر من نصف من يواجهون الجوع على مستوى العالم. أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط غداً السبت بالبذلة المهنية، رفضاً لمشروع قانون الإجراءات المدنية الذي صوت عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن النزوح في السودان بسبب النزاع المسلح يواصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، معربة عن مخاوفها من تفاقم الوضع مع موسم الأمطار والفيضانات. تستمر عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث في منطقة غوفا بجنوب إثيوبيا التي شهدت انزلاقات أرضية يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 250 شخصاً. ونقلت رويترز عن رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة غوفا ماركوس ميليسي قوله إن البحث ما زال جارياً وهناك جثث لم يتم انتشالها بعد بسبب صعوبة المنطقة. قالت شرطة جنوب إفريقيا إنها اعتقلت 95 مواطناً ليبياً للاشتباك في تلقيهم تدريبات في معسكر عسكري غير قانوني في جنوب إفريقيا، وداغم الضباط المزرعة القريبة من وايت ريفر وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بومبالانجا الشمالية اليوم الجمعة. وقالت الشرطة إنه تم العثور أيضاً على القنب والكوكايين في المعسكر.